الكل يسأل عن وضع المنتخب العراقي في الفترة القادمة، وهل ترى إمكانية كبيرة للعبور إلى الدور النهائي للمجموعات؟ والله أنا يعني مثل ما ذكرت لك مساء أنه يعني صار توقف تقريبا أكثر من 6 شهور، والمنتخب العراقي يعني كانت آخر مباراة مع المنتخب البحريني اللي بكأس الخليج، فصار فترة طويلة. فإن شاء الله نسأل من الله سبحانه وتعالى أنه ترجع الحياة طبيعية بالعراق، وترجع يعني الدور العراقي يرجع إن شاء الله، والمنتخب العراقي أكيد يعني قادر إن شاء الله على تحقيق إنجاز إن شاء الله الصعود إلى كأس العالم، وخاصة يعني هاي يعني المجموعة إحنا اللي الآن إحنا متصدرين المجموعة، وتنتظرنا مباريات إن شاء الله يعني نقدر نحقق فيها شيء، وإن شاء الله يعني صاعدين كأس العالم. إن شاء الله. أيضا بخصوص المنتخب يسألونك أقرب لاعب لك في منتخب العراقي. والله يعني هم مو واحد واثنين، يعني كل الكل، بس أكثر لاعب اللي تكون معاه في الغرفة اللي يمون مثل ما يقولون كاتم أسرارك يا ميمي. يعني علاء مهاوي، تحياتنا لعلي فايز، برغم اسماعيل. علاء مهاوي اللي انطرد، واضح واضح انطرد، وواضح انه كاتم الاسرار. وعندهم مهاوي الاسرار كلهم يعني مهاوي. حلو، علاء مهاوي جميل جدا صراحة. مهند الفريق قاعد يأدي ويقدم يعني رغم الظروف أداء جبار بالنسبة للشرطة. أكيد يعني خاصة يعني قلت لك إنهم يعني صار فترة طويلة من قاعدين، ماكو تدريبات، ماكو مباريات تجريبية، وخاصة هاي الفترة يعني دوري أبطال آسيا دوري يعني بطولة قوية صعبة جدا، لكن حققوا يعني أنا أشوفهم يعني حققوا في شيء كبير صراحة. تنتظرهم بعد مباراة، يعني هم ينتظرون مباراة الاستقلال واعتقد الاهلي، وممكن انه يصعدون، مو شيء صعب عليهم. تتوقع يتاهل؟ خاصه انه الان الموضوع مو في يد الشرطه، بين الاستقلال والاهلي، تعادل الاستقلال او خسارته تعني انه الشرطه ان شاء الله الى الدور القادم. ان شاء الله صاعدين، ان شاء الله دائما صاعدين الدور القادم. وجود نادي اوكي، نادي تحب تشوف مبارياته، يعني النادي اللي تحبه في أوروبا؟ برشلونة. برشلوني، والنعم ونعم الاختيار، لكن الوضعية الأخيرة شوي صعبة. يرجعون إن شاء الله. يرجعون إن شاء الله. متفائل؟ أكيد. حلو، زين. تتمنى اللعب في 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 نادي في أوروبا مثلا برشلونة؟ ان شاء الله ان شاء الله، قبل لا يعتزل ميسي عاد حاول. ان شاء الله، يا رب يا رب، ليش لا، كل شيء ممكن يكون بالعمل بالإصرار بكل تأكيد.